أسعد بهذه اللحظات بينكم مع الزميل العزيز الأستاذ عاطف الأحمدي الكاتب الإعلامي الرياضي المعروف. مساء الخير زميلي عاطف. هلا حياك الله أخوي حاتم، أسعد الله أوقاتك وجميع المستمعين. طول لي بأمرك، شكرا لتلبية الدعوة. أبدأ معك الحديث اليوم، نحتفل جميعا بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. رياضيا يعني ولله الحمد نحظى بهذا العهد بطبعا تقدم كبير جدا في المجال الرياضي على كافة الأصعدة، سواء كرة القدم وحتى كافة المجالات الأخرى. اليوم يعني هي كلها كلمات شكر تقدم لهذا الدعم. عاطف، قبل كلمات الشكر أخويا حاتم وأنا ما بزيد على كلامك، كلمات الدعاء لخادم الحرمين الشريفين، يعني يمد الله عز وجل في عمره وفي الصحة والعافية، وهو وساعده الأيمن وملهم الشباب والطاقة الإيجابية الأمير محمد بن سلمان، واجعلهم ذخر لنا ولجميع الأمتين العربية والإسلامية. يعني 5 سنوات من العطاء، 5 سنوات من التنمية، شيء بأمانة يسعد القلب ويفرح القلب. كلماته لما كان يقول الله يطول في عمره إني أتمنى أشوفكم سعداء، لا، إحنا نتمنى نشوفك في قمة السعادة كشعب سعودي يقدم لك الولاء والطاعة وكل ما يمكن أن يقدمه الإنسان لوالد الجميع. جميل، بكل تأكيد عاطف. أبدأ معك الحديث يعني عن الأخضر السعودي. احنا نتمنى اليوم أنه بمناسبة الذكرى الجميلة، ذكرى البيعة، أنه يقدم الفوز للشعب السعودي. طبيعي يا أخوي حاتم، يعني لازم يكون في استشعار من اللاعبين مع هذا اليوم العظيم، ذكرى البيعة، يكون اللاعبين على في قمة الجاهزية والتركيز الذهني والبدني لتقديم هذا الفوز، هدية متواضعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين. طبعا خلينا نتفق انه دورة الخليج لها خصوصية مختلفة عن اي بطولة. اختلف كثيرا مع الناس اللي بيستهينوا بقيمة دورة الخليج، في دورة الخليج ما تخضع لمعايير فنية كبيرة بقدر ما هي معايير نفسية، بحكم التنافس وحكم الجيرة في كثير من الأمور. يمكن لاحظنا سابقا منتخبنا بيوصل لمواصيل عالمية كثير، لكن كانت تصعب عليه بطولة الخليج. كنت أتمنى إنه مدرب المنتخب ريناد يحط هدف في هذه البطولة. هل هو مجرد بس عذر عن المقاطعة عاطف، هل منتخبنا يعني قادر؟ يعني احنا دائما نعطي لما نجيب بعض البطولات العربية ولا بعض البطولات الخليجية ولا امام بعض المنتخبات العربية في التصفيات وغيرها، نقول منتخبنا قادر والتاريخ وهو الاقوى والافضل، لكن امانة لما نشوف المباراة احيانا نشوف منتخب شبه عاجز انه يفوز. بتدخل مباراة الكويت اخويا حاج، اتكلم عن مباراة الكويت وعن بقية المباريات الاخرى. طبعا المباريات الاخرى احنا لازم نحط في عين الاعتبار انه منتخبنا الان في حالة تجديد، سواء على أو حتى على مستوى الفكر التدريبي. يمكن سنين تعايشنا مع فكر مختلف، الآن إحنا بنعيش فكر تدريبي جديد مع المدرب ريناد. مدرب ريناد صاحب تفكير على مستوى التدريب، سواء على مستوى المنتخبات أو حتى مستوى الأندية، يحتاج كثير من الحرية، يحتاج كثير من المساحة. لسه بدري عشان أنا أقدر أحكم على ريناد أو أحكم على مستوى المنتخب مع هذا المدرب. لكن لسه يمكن ما لو حسبنا المباريات اللي خاضها ريناد مع منتخب ما تجاوز 6 مباريات، وهذا من الصعب الحكم على مدرب بقيمة ريناد. يحتاج إلى تأقلم اللاعبين مع فكره التدريب. يمكن لاحظنا المنتخب في كل مباراة بيدخل مجموعة جديدة من العناصر، من الصعب إنك تحدد عملية التوازن الفني مع جديد. لسه هو يحتاج يقف على جميع مستويات اللاعبين حتى يعطيك التشكيلة النموذجية قادر على تحقيق اللي احنا عاطف تسمعني؟ من 60-70% من اللاعبين اللي شاركوا في المباراة هم لاعبين جدد على التشكيلة الأساسية، تكلم عن التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي في ظل غياب كثير من اللاعبين، يمكن أبرزهم لاعبي الهلال عن التشكيلة بسبب الوضع حق البطولة الآسيوية. احنا هنا في نبارك لهذا الهلال، لهذا المبارك للهلال هذا المنجز العظيم، تحقيق البطولة التي استعصيت عليه بأمانة في السنوات السابقة. مو معناه أنه إنجاز صعب
على الهلال، لكن كانت الظروف وكمية الحظوظ اللي السيئة اللي واجهت الهلال في البطولات السابقة جعلت من هذه البطولة لها رونق مختلف وطعم آخر. جميل. طيب الـ أنت كيف شايف شكل الأخضر اليوم عاطف؟ أنا متفائل بأمانة، يمكن مع عودة كثير من النجوم. أنا أعتقد إنه منتخبنا فنياً إذا بعدنا عن سوء الحظ وسوء الطالع، ممكن هتكون المباراة المقبلة لو حتى وصول النهائي بإذن الله مباريات سهلة، عطفاً على جودة اللاعبين السعوديين. بكل أمانة إحنا نملك لاعبين على مستوى عالي في كثير من المراكز، يحتاجوا بس عملية التركيز الذهني، يحتاجوا فهم النهج التكتيكي حق المدرب، وبإذن الله يتجاوز كل المباريات. أنا ضد مقولة إن منتخبنا لا يملك عناصر قوية ومؤثرة في على مستوى الأداء الفني، لا، منتخبنا يملك خامات وجودة لاعبين على مستوى آسيا، مؤثرين على مستوى آسيا، وهذا لها من كل حرام في المباريات الأخيرة، بيقدموا عطاءات جدا جدا عالية. جميل. طيب كيف تقيم الأفراح الهلالية حتى اللحظة يا عاطف؟ والله شوف، أنا لا عندي نقطة معينة كذا أنا أبغى أتكلم فيها، ومدام جاتها هذه الفرصة. الهلال حقق المنجز الأهم، وهو تحقيق البطولة الآسية المستعصية على الفرق السعودية في الآونة الأخيرة. جميل. وليس الوصول لكأس العالم، لأن وصول كأس العالم هي بطولة شرفية يمكن وصل لها فرق أخرى ما شاركت في كأس البطولة القارية، خلنا نتكلم على مستوى العالم. انت تقصد المستضيفين يعني احيانا؟ المستضيفين يعني انت مستضيف بيشارك في بطوله شرفيه مثل كاس العالم، حتى ما هي بذيك القيمه العاليه عند كثير من الاتحادات الاهليه. انا ما بتكلم على الفيفا، الفيفا بيضع انه هذه البطوله ذات قيمه كبيره عنده، هذا اللي حاصل تصادم ما بينه وبين الاتحاد الاوروبي، لكن الأهم هو تحقيق البطولة الآسيوية. ليس مستوى أو سقف الطموحات عند الشارع الرياضي، عند الأندية السعودية بشكل عام، هو تحقيق البطولة أو تحقيق الهلال لهذه البطولة، لأنه كثير من الأندية للأسف كان سقف طموحها. يعني أنت تتحدث عن هذا منجز حقيقي، مهما طالت فيه الأفراح فهي حق مشروع بالنسبة لجمهور الهلال. جدا حق مشروع، لكن أنا اتوقع انه مسيرين النادي الهلال، مسؤولين في نادي الهلال، خلاص انتهت عندهم الافراح وبدأوا يفكرون بما هو اهم من هذه. جميل. الاهم الاستمرار وليس الوصول لهذا المنجز. يعني انا اتمنى انه البطوله القادمه فريق سعودي يحققها. جميل. من خلال رفع سقف الطموح. يمكن الحين الان نتكلم انه الهلال حققها، كثير من الانديه المفروض من الان تشتغل على تجاوز هذا الامر. جميل. يعني مو بس نخلي طموحنا عند نادي الهلال، لا، اتمنى الانديه كلها تشتغل على هذا الامر. اخيرا شخبار الوحده ابو زميلي عاطف، انت ايش رايك؟ طبعا شوف، بكل امانه يمكن ما يميز الوحده هذا الموسم، واللي كان من المفترض انه يكون في سنين سابقه، هو العمل التراكمي. يمكن سؤال دائما نسال، لماذا الهلال ثابت والغير متغير؟ لان الهلال يعمل على عمل تراكمي، عمره ما جات اداره نسفت عمل الإدارة السابقة، وهذا ما يحصل حاليا في نادي الوحدة، عمل تراكمي استفادوا من العمل اللي كان موجود في الموسم الماضي، عززوا الإيجابيات، تجاوزوا السلبيات، والآن هم يعملون في خطة ومنهجية جدا رائعة. الفريق الآن بيقدم مستويات عالية، ولسه الأخوان في إدارة النادي غير مقتنعين بكل أمانة بالشيء اللي يحصل. أنت متفائل الوحدة لن يكون موسم بالنسبة لعابر، يعني راح يحدث أثر؟ لا، هو مو أنا كمتابع كمشجع وحداوي الهوى والهوية، بأمانة أنا ما أتمنى أن يقف طموح الإدارة الوحداوية عند هذا الموسم. لا، أنا أبغى عملية التجديد وعملية بناء فريق لا يهدف. جميل. جميل. يكون خلال السنوات المقبلة أفضل. جميل. الزميل العزيز عاطف الأحمدي الكاتب والإعلامي الرياضي، شكرا لك زميلي عاطف، نورتنا اليوم في دورينا حبيبي. حاتم، أنا سعيد بالتواجد معك. طول لي بعمرك. شكرا.